بسم الله إنه لقرآن كريم.
انهم يذكرونك دائما ان شاء الله. نحن سمعنا مباشره الشيخ في المستقبل القريب ان شاء الله. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا فأما إن كان من المقربين فروح وريحان فروح وريحان
وجنة نعيم. فسبح باسم ربك العظيم. الله أكبر. اقرأ بس
لا ننسى أن ندعو للشيخ أيوب وكل من قام على هذا الصرح العظيم الكبير أن يجعل الله عز وجل في ميزان حسناتهم يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فاللهم ارحم الحق رحمة واسعة الشيخ أيوب ربنا يبارك رحمة واسعة ويجزيه عنا خيرا ويجزي عن الأشخاص الذين قاموا بهذا العمل الصالح والصرح الطيب المبارك أن يجزيهم عنا خيرا ويتقبل منا ومن صالح الأعمال. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وقنا يا ربنا واصرف عنا شر ما قضيت وقنا يا ربنا واصرف عنا شر ما قضيت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إثما كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأخرانا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارحمنا بالقرآن وزيدنا بالقرآن وجملنا بالقرآن وارزقنا بالقرآن وشفعنا بالقرآن واجعل لنا في الدنيا منهاجا وفي القبر أنيسا ويوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وإلى الجنة رفيقا. ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. كل عام وأنتم بخير.